بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینارت هجا خوشتوی صلاوت خودل سروابن سپاس بو خوده عمر دایما جارگادی امزورینا خزمت وین هجا عزیز خلکا افروکا دا خلکا کانیا و گل هندک بشدار بوید نی دعاش خدای مازند کین شما قبیل بکت و ما راستاره بکت و ما ثابت بکت سرفی رکا پیروز و هر واسا طاعت و عبادت ما و رمضان ما شما قبیل بکت. اللهم آمین. بینارت عزیز و خوشتوی ام گل سر و درش ناکین ام یک سر زورین بشدار بوید خواهوش بر نبین آدمی اگر بشدار بوید که کرم بکتن پریز و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. گلب خیرات برای عزیز خواب دنیا سیم برا نامیم دیندار جهاده دیندار جهاد بله برای دیندار دو مشکی و دست بگه صفحه چند سیده صورت آلی عمران برای هفته پینج آیات 188 حتی 124 آیات و سبله کرم که برای عزیز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اگر اگر تو سر نویجت امامتی دا ویدنگی خوین اما مهر بتا از پستان ویجی برای دین داره بس ملاحظه نه خوند نه ملاحظه دی بو تا بو گله جوسا خلت آیات ابو رجمروانا مثلا آیات 188 نشو لله دست بدید او لا تحسبن الذين يقتدون هيك آیات بت رقم او آیات جبری وی اوه تمام ها ولله بت آیات 188 نه دنیا یعنی که بو وکرون کنه بو تا بو اوه تمام رقم آیات چی گله مهمه برو بجو فلان آیات خود بجو آیات هندی مثلا تو محاضره کی خطبه کی خونه تو بجو فول سوره مثلا آل عمران آیات 188 بجو ولله ملك السماوات ابا خلت قال يعني قيمته خويا هي الرقم يدرس بيجي تمام ابا وكو تا وكي بيجي نب عمد الخلات احتمال ما سهوا بين شي بي بله صحتك خوش جزاك الله خيرا جلال بخير الله بخير عزيز خير وبركه بله دي برف بشك داري دوي وچين بلا بريز وكرم كت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تو گلاب خیرات کاک خب دانی یاسین بو بینرا محمد سالم مرحوم محمد سالم چه داشت مرحوم بله تو گلاب خیرات کی واته دوکی ما شاء الله خدا تعالی خیرات بنوست هر پنگا و کوابتی خدا تعالی بو ده خیر حساب کی تو درجه تو بلند کی دی بمش کی وخینه دست لقمان صحت کرم کی صحت چم بس هم لو خینه ز پاشی بو بیس کرم کن صفحه 411 شم چکش تدیده ما ایک آن نه؟ تمام کرم کن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم
عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين جلك جون بعمرتا چند ها؟ 14 ما شاء الله خدا تعالی عمرتا دریش کته ان شاء الله بو دای بابتا ان شاء الله پاشا روجه به قرعه کی زیرک بس هم به وصیت از تدکیم مهمیه ای گلا تکلف نکه یعنی بین خانه تان که همه عادی بخوینه قرآنه تمام بین خانه الله و پل کشه و هیدی برده دا تکلف چه نبود باشه؟ زن تکلف چه؟ یعنی زحمت خانه ده بخوندنه همه عادی بخوینه هر وقتی تو المالت خوینه بلا صحت تا خوش خود تعالی عمری تا دریش که تو دا خوز بردانی بود تا خوز این گلک جان بی صحت خوش بله بله گل بشه شکل دی خوز بید السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المواليد في فرق 536. بس ما بيبقى ما بيجي أصلاً. من هود بشير أحمد. هود بشير. 536 دعات الدموي كده شوي خينمو دي كم بارد. بلى. تمام جون. سورة واقعة. بلى سورة واقعة. بين صاد وسيو شش سيء. نوف نوف. هود بشير أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم ما شاء الله الله خيرا سيدنا يهود دست أخواش بان بس ملاحظك دست بك أعوذ بالله من الش أفشين يوني فازمانيا هاو جناك أعوذ بالله من الش يعني تشا بيوان دي علاقات بليفا فانينا يودي جي بس ملاحظة وأما إن كان من هاف همزها تشكو بهرا بترى قرآن خينا بوشي والد كن جيران كن همزة جبار صادي أصحاب أبخوا همزة مراقق سبق أصحاب وكي دي قالك لو بيو كسيدة وملاحظة كالتشا الله خير أنما بس دوما يتواجه عند إشتاتي نعوجة دفني مكنون مثلا مدهنو نون فرق اش تبجي مدهنو هي تظنين شو لهاد مدهنو جزاك الله خيرا صحتك خوش خذي خيراتها ان شاء الله موفق بك يلا بخيراته وعليكم السلام ورحمه الله اگر باش دار بوي كدي بريز با كرم بكيت عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والسلام جل بخيرات عزيز شرازي خبدان ياسين سرود جهدر سرود جهدر من براي سرود تاج حاضر كده سورة رحمن سورة رحمن دست بگید خوینه؟ بله ترک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم بله برای سوره سعادت خوش ام جلگ ملاحظه و هدی مرحله او همیه اولی وی قناغه ام جلگ یعنی اوید پشتی دارید ام جلگ لینا گیرین بس هکه دنیا تو در باز بیان بیجین یه دیجی تجویداته باشه عامتا و دنگ جی باشه بس نه ایک نماتی بخوینه چونکه برای بری نکه جی هود جی او بس اما ایک نمات بی یعنی ایک ستایل بی اخفا آجی مانه تا تجویده خوندی مانه برا اخفا مثلا انسان این او غنه سوکه تمام خلق الانسان الانسان میان
ميانصال صال ميانصا بوجي او غنا اخفاء جرامي تشكي صاده تمام نبيجي خلق الانسان ايون سين حرف سبيكه ان او اخفاء جدي سبيبه ميانصال صال اخفاء غنا اخفاء جرامي تشكي صاده اون تشتا بو جرامي ان شاء الله كتو درباز بيه بس ملا قلت تشكي بها تاي زو هاتي زو صحتك خوش دنجي تا خوشا جالك تجد وتجب عامة باشه وسركفتي بي إن شاء الله جل بخيرات إبراهي عزيز السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته بشك دارك دي بلا كرم كت عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله بخيرات تشكي بوته ايدي بلا جل بخيرات نوفتا ريان إسلام ريان إسلام يلا بخير هذا ديش كيف ابو مخوي نبرا سورة الرحمن هر سورة الرحمن ما بخشه كده كرتا تشي طبعا جاربت هم دي بو اهل بجيري ان شاء الله كاين تشون مرحلة دو يسر كفتن ما باش دار ويبزان السيدة في بلي اه ما نيما جالا جاي قوتي و ملاحظة جام جالا كانا بجي ان شاء الله مرحلة دو هم دي بو اهل بجيري اسي جي ابد وقت هم تلين بيستا يميستو بينجاك بش تنجي مرحلة دي بس دها دي هلين شوان دها جدي هلين سي ان شاء الله بلي اوانا هم دي بو اهل بجيرين قادي كيش كخوينت كلام كريان بسم الله الرحمن الرحيم حاول الاستعاذة بجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خوان رتا باشا عمري تا چنده؟ بازده ما شاء الله عمر دلیش بی انشاءالله و بردوان با او امجال اجاد بجه این هر سر کفتی نه بس مانه سروشت همی بری کانا مثلا ده ست پشک داری اکن ایک و دو سه ده هل بجره مانه نه هندک بری کانا پتر ایجی احتمال هنده بری کانا تاین هزارات بشداری کن دی سیاه هل بجره ویجا هر این سرکفتین هل دف خوده هر حرف که قرآن بده خیرانه انشاءالله اوه تشتی دنیای سرکفتن بید باشه نه ایجی انشاءالله دف خوده این سرکفتینه و جزاک الله خیرم خانونه تا گلگ جان تجوید و باشتر بردامی بدیه باشه تو گلگ خیراتی در خیرات بازن کت بشه گلگ دی هکر خوزه بی علیکم و علیکم و علیکم و علیکم طب خير هاتي؟ خير نوبيسة نوبيدة چه نوبيدة؟ يحيو إسلام يحيو؟ بلا يحيو تشكي باده؟ إسلام زو زو خاده؟ بلا برهر دروي؟ برهوية؟ برهوية إيش بلا جيلا جيلا دموا كيش كخوينة يحيو؟ سورة ملك سورة ملك؟ سورة ملك كرامك أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير بل صحة تخواش يحيى كلمها ولقد زينا السماء الدنيا سعك آياتا اشتياد شاري يا بينجي ولقد زينا السماء الدنيا تشاهد تخيني كلمة ديفدا بمصابيحة تمام وكلمة ديجي وإذا بشتي آيات الشاشي وإذا ألقوا فيها باش درست تمام حتى تخوش سر كفتي بعمري تشان ده چهارده ما شاء الله سيدا آيات هشتي شده ماهي كي آيات هشتي بله يأتيكم بله يأتيكم نه سر هر بو زانین جی چکو ویدیو تیر بلاف کنه خلقه همی گلا جرم به خلقه یک شک دارات بیچن بلاف چه صحکتی ده زالت انشاءالله صحکتا خوش سرکفتی بی انشاءالله عمل گلا خیراتی بجدار بی اگدی اگر کرم بکت ماشاءالله بجدار بی گلا کن برا علیکم السلام و رحمت الله حشکیت قرآن زیده نه سید خیراتی گلا خیراتی برا عزیز عبید بخیر زكريا إسلام يحيى جبرائيل تبعنا بله هذه الله قال بخير عمر دريجبي ان شاء الله خذي عمر يا ابو ديبوب تو دريجبي كتو ان شاء الله بكيت الرناهيه تشوفيتا وتشي كي بيغمر صلاه وسلام تشدي جون بجروج قيامته دهن داي ديبوبا اين خذي تعالى دي وسع قدر قيمتي دي توان ديبوبا وتاجك دي داين سرسري وان تاجك رناهيه
وهند جلكا ديكم بار جلكي توكي ايك يعني بس خدودا كاتش جلكن قاو داي بابا دي بيجن بما كسينا هذا يا ربي بان ما اف خيرنا كيف تشات اف قدره دائما داي باب دي بيجن هذا مزجيني ابو داي بابا تو يتوكي تا دي بيجت اوا عيالته قران تخون اوا هكا داي بابش برمروفي يعني وصا قدرهم بيدتني بابا مروفي بخد تشان قيمتها اي زكريا وجا ان شاء الله تو دايما بتا شوام بن ان شاء الله كرم كزكريا ايش صفحه كم ما دست بيكي صفحه 422 جبل كرم بعد الفيوتشر دست بيكي واذكرنا ما يتلى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بل سيدة على خير هذا بن مسد يا مهم بشك دارية هم بشك دارية بكن سركفتي بإن شاء الله وهن هر سركفتينا خذ خيرة مازن كت قال له بخيرة يا بيجم شو دارد ما خلاص ما نوى بله بله بينالة رزدار وقت ما جب دمائكات أم جديد دمائك نكر خذ حاسكت بس هر عندك تبيني كرت دوباره يعني بينوا بيني ما قوم مرحلة كيف حفتي وشهر كاسد بشك داري كده إن شاء الله هني هر سر كفتينا إن شاء الله بس وكما قلت طبيعة بريكانا وصلنا هني سيدنا بن أولود دويسية جاش برهن دي هر حفته و چهار وقته خلاص بین انشاءالله دي همه سحکین سیده ما گوده بیستا بس احتمال در میزیکی یک بین درجه دندکا یعنی بیستا حتی بیستو پینجا انشاءالله هم دي حل بجیریم دیش ما دي هم لیکیم بیست اگر گل درجه تو ها نیزیکی و چکش یک ماین که دي چوابن پشتی اینگه مرحله دوی امو بو حل بجیریم و هکر دن بو نمونه ایک تجویدهای درسته ام مجبورین مثلا سحکینه که دنگی که خوش داره دنگی خوش بود در سحکینه که پتره مثلا مقام هم پتره دست بکرن آوی درسته و اقفه که داید وی درستن و اوه یعنی انشاءالله هر مرحله یعنی اکی بجن درجه خواه آن هر تشته که درجه خواه سر هی بش برهند دوان تبینیا بینر اتمانه به پشک دارید کن یعنی ویبزانه به چنده و مدرسه جارا دوباره که جرین زهنده که پشک دار بزن برچاف نوار گیره بجن يعني حفتا حفت رزا حتى هشت رزا نمشكلة هشت ونيف نه چنك الديف وكي بجن آيات ادمينت عن وقف ابتداء ادمينت نمشكلة حتى نهاجي حتى دهاجي بس اك جان نبور نصف حق كامل بد جبر وقت هرانا كي هر خلاكي اكي تقريبا سيدا حفتتين عند جارة هشتتين يعني وقت ما دامي ما بسر بد جبر هدك صاف حقا مقاومت حكو مرفهم هر حسك قوي خوابت قرآن يخوت عزك بلا حتى ساعد ايكي شغي بخوين بس وكي بجن افا يعني سيستم هم بجين یا سایت تلویزیون برنامه واسطه دی برنامه دی مثلا حقیقت خارنیش برهنده هم حس کن هشت رزه که حتی نها نبورن هفتا هشتا نها نزیده تر به جا وقتی مبدو مایی کد بینر دیزدار حتی شبکا دی بگر هنده پشک داریدی و دنگ خواشد دی ببینم بین چاف دیلی خوده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام